هي دابا جاتني الدجاجة هنايا وجاتني بيبيها، مشكل. لكن غادي نحول دابا ديك 16 بيضة اللي كاينة هنا، نحيد منها 6 ونزيدهم لهاد، حيت هنا كانو 10، البلاصة فيها 10. هاديك ديرها للدجاجة، دابا الدجاجة جات هنايا. هادي الدجاجة بلدية. هذا الشيء دابا اللي كنت كنشرح لكم قبيله في الفيديو الاول، فاش عندها 16 بيضه هو البيض شايط في جنبها. هذا دابا الا بقات عليه ما يخرج، كيضر كيبرد. بيبي هنا ما كتبان حتى بيضه تحت منها، عندها 10 ولكن غنزيدها 6 من هنا. شفتو في الفيديو الاول كيفاش الحجم ديال البيبية. هو الحجم ديال الدجاجة يعني كاين فرق كبير. هذاك الشيء علاش كنقول لكم البيبية خاصها من 16 بيضة حتى ل 20، والدجاجة في البيض ديال البيبي ما خصكش تفوت ليه 10. 10 هو الماكسيموم. و الى درتي ليها دجاج دير ليها 14 16 كاع الا كانت دجاجة وافية بحال هادي. وبالنسبة للحبس ربما تقدر دير حتى 20 بيضة للدجاجة، بيبي 30 بالنسبة للبيض الحبش. الحبش هو الحاجة اللي كيتسمى الدجاج الحبشي. تنوريه لكم، راه بعتو تقريبا كلينا منو، يعني ما بقاش بزاف، بقى ديال البيض وشي حاجه قليله وصافي. غيبدا يبيض ان شاء الله حتى هو غادي يقرق منه شي، خرج منه شي مياه ولا بحال هكا. وبيبي ان شاء الله شي 50 من هنا لقدام ولا 60 على حسب. المهم احنا دابا على الفيديوهات والشرح البادية وصافي. شيء دابا للدار.